فريد على قناه انفاس بريس، خرجنا الشارع المغربي باش نسولوا الناس واش نتوما من المتتبعين ديال القمه العربيه اللي غتكون في الجزائر نهار 1 و2 نوفمبر، الا بغيتوا تعرفوا واش هما من المتتبعين هذه القمه اجيو معايا. من المتتبعين ديال القمه العربيه اللي غتكون في الجزائر؟ انا متتبعين ديالها، واني في الجزائر مني دايرينها في الجزائر ما غاديش نتبعها. علاش؟ حيت هذيك الجزائر هذوك الحكام ديال هذوك الجنرالات وداك التبون وداك الزعتر هذوك ما حكام ما والو، هذوك مستعمرين الشعب، مستعمرينه ومضيعينه، حتى حاجه ما عندهم لا تعليم لا صحه لا كل شيء تيشكي. انا دائما تنشد العربيه ديالهم اللي تتهضر ديال الانجليز على داك الشيء اللي تيوقع في الجزائر، كل شيء تيقولوه المواطنين ديالهم. هذا الشيء باش انا ما بقيتش عندي معاهم هذوك الحكام ديال الجزائر. كنت نتبع وانا ملي غيديروا الجزائر ما غنتبعهاش، حيت هذوك الناس ما مزيانينش، هذوك الناس استعماريين خلاتهم فرنسا راه باقي مستعمرين البلاد. خويا واش انت من المتتبعين ديال القمه العربيه اللي غتقام في الجزائر نهار 1 و2 نوفمبر؟ لا خويا لا، حيت انا الجزائر كلها هي غير مشاكل، كل شيء هادشي ديالهم هما اصلا ما بيني وبينك ما مستعدش ليه. انا كيبان لها كلهم هادشي ديالهم اللي كيدخلوا هذه كيبان لها داكشي مشاكل الصراحه. اللهم احسن حاجه ما نكونش متتبعين ديالهم. يعني ما غتبعش هاد القمه العربيه؟ لا 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 خويا، على قبل حيت منظمه في الجزائر. لا لا، حيت منظمه في الجزائر لا، كون كانت في شي بلاصه يعني ديالنا ولا هادي مرحبا، ودابا ملي كانت في الجزائر لا ما مستعدش اخويا. ومتبعوا بحذافيري باش نعرف شنو اللي كاين، وحنا كمغاربه احرار بغينا نعرفوا النتيجه اش كاينه، وهاد الناس اشنو قصدهم في المغرب. كل ما في الامر حنا المغرب ما باغي لا محاكاه ولا حرب ولا اي اثم ولا دماء، كل ما يبغى اشنو اللي باغي، باغي يسترجع اراضي الصحراويه التي كانت مستعمره من قبل اسبانيا، والعالم يعرف. واش كتسنى من هذه القمه العربيه؟ ما كتسنى منها والو. الجزائر ما عمرها عطات شي نتيجه وفرحنا بها، وما عمرها عطات شي حاجه باش نقولوا نثقوا بها، ما كاينش، ما كايناش الثقه، ما كايناش فيها نهائيا، لانه عده اللي عطات وعود ثم وعود ثم وعود، ولكن كلها باءت بالكذب، ما نقولش بالفشل ولكن بالكذب، فهمتي؟ هذا اللي كاين لا اقل ولا اكثر، وحنا كنتنظروا ان شاء الله الامم المتحده. تحياتي. لا اقل ولا اكثر. واش انت غتبع القمه العربيه اللي غتقام في الجزائر نهار 1 و2 نوفمبر؟ لا، ما يمكنش لي نتبعها، حيت هذيك البلاد كيجي منها المشاكل. حاضيننا، حاضي المغرب، فين ما كينوضوا كيعايروا المغاربه، فين ما كينوضوا دخلوا لنا المهلوسات للمغرب، حنا ما عندنا ما نديروا بهم لا هما ولا القمه ديالهم. انت دابا على قبل ديك البلاد اللي غيتنظم فيها القمه ما غتبعهاش؟ لا ما تبعهاش، ما يمكنش ليا، ما يمكنش. لا ما يمكنش ليا نتبعها، يتنظم في شي بلاد اخرى نتبعها، لان هما حاضيننا بزاف تيدخلوا لنا السموم للبلاد، كاع الشباب هذاك الشيء كاع اللي كيجي من عندهم كيضر بينا، وفين ما كينوضوا تيبداو تيعايروا فينا، يمشيو يديروا شي حاجه لبلادهم ويحضيوها ويعطروا الشباب اللي عندهم ويديروا شي حوايج راه غيمشيو بعيد، من حد هما غاديين مشاريع حاضين المغرب غيبقاو في بلايصهم. المغرب راه قلع مشى بجودة صاحب جلالة الملك محمد السادس، راه غاديين احنا ماشي 10% 100% غاديين في احسن ما يكون. هذا هو الراي ديالك، هذا هو الراي ديالي بكل تواضع. تحياتي.